أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صلى سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل اختبار محافظة الجيزة اللي هي إدارة 6 أكتوبر توجيه الرياضيات. السؤال الأول بيقول، ده كان لسنة 2017-2018 هذا الاختبار، كان نهاية الترم الأول. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب. مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب يكون طول حرفه. احنا عارفين ان حجم المكعب بيساوي طول الحرف تكعيب، يبقى اذا طول الحرف بيساوي الجذر التكعيبي لحجم المكعب، وبالتالي يبقى اذا لام اللي هو طول الحرف بيساوي جذر 125 تكعيب بيساوي 5 سنتيمتر. طيب سين أس 5 في سين أس 2 بسين أس كام؟ سين أس 5 في سين أس 2 بتساوي سين أس 7، بنجمع الأسس. السؤال الثالث في نفس السؤال الأول بيقول ح بتساوي يعني الأعداد الحقيقية، يعني بتساوي الفترة دي ولا ح اتحاد ح؟ طبعا ح موجب، اتحاد ح سالب ما بتديش ح، بتدي ح اصفار، يعني ح ما عدا الصفر دي ما عدا الصفر. أما نون اتحاد نون شرطة، النسبية اتحاد الأعداد الغير نسبية بتديني الأعداد الحقيقية، يبقى هي دي. انتبه للموضوع ده، ما هوش ده، هي دي ناقصة الصفر. إذا كانت 2 و 5 يحقق العلاقة 30 ناقص صد زائد جيم بتساوي صفر، فإن جيم بكام؟ يبقى بنعوض عن ال 2 و 5 في العلاقة اللي قدامي دي. هنشيل كل س أو نشيل السين ونحط مكانها 2 ونشيل الصاد ونحط مكانها 5، هتبقى 3 في 2 ناقص 5 زائد جيم بتساوي صفر. يبقى 2 في 3 بكام؟ 5 ناقص 5 زائد جيم بتساوي صفر، أي أن 5 ناقص 5 بصفر، يبقى إذا جيم بتساوي صفر. يبقى جيم بتساوي كام؟ يبقى جيم بتساوي صفر، فإن جيم بتساوي معلش 3 في 2 ب 6، دي 6 ناقص 5 جيم بتساوي ناقص 1، 5 ناقص 6 ب 1 زائد ج بتساوي صفر، وبالتالي ج بتساوي ناقص 1. هي دي ترتيب الوسيط للقيم 5 7 6 و 4 و 8. ترتيبها ان هو، شوف انا عندي القيم كام، ودي رقم 1، انا لو رتبناهم هيبقى 4 5 6 7 8، يبقى الوسيط هو مين فيهم؟ هو الست، يبقى الترتيب هو مين؟ التالت. ترتيب الوسيط هنا التالت. إذا كان الحد الأدنى لمجموعة هو 4 والحد الأعلى لها هو 8، فإن مركزها هو بتجمع ده مع ده وتقسم على 2، 4 و 8 12 على 2 فال 6، أو بتقسم المسافة بين 8 وال 4 بالنص فتديك 6. طيب أكمل المعكوس الجمعي للعدد. المعكوس الجمعي للعدد 5 زائد جذر 3، معكوس جمعي بتغير الإشارات، يبقى ناقص 5 ناقص جذر 3. متوازن المستطيلات الذي أبعده جذر 2 جذر 5 جذر 10، الطول في العرض في الارتفاع، ده بيكون حجمه، يبقى حجم المتوازي أضلاع الحجم بتساوي جذر 3 في جذر 5 في جذر 10، ممكن اعمله مجذر واحد كده واضرب ال 3 في 5 ب 15 في 10 ب 150. ال 2 دي 2، 2 في 5 ب 10 في 10 ب 100. الجذر التربيعي لل 100 بيساوي 10 سنتيمتر مربع. مكعب، دي مكعب سنتيمتر مكعب. المستقيم المر بالنقطتين سالب 3 و 1 و 2 و 5 ميله هو يساوي طبعا ميل فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 5
ناقص واحد على اتنين زائد تلاتة. ليه زائد؟ لأن هي في القانون فرق، يبقى اتنين ناقص ناقص تلاتة، ناقص وناقص موجب، يبقى اتنين زائد ايه؟ تلاتة. ودي خمسة ناقص واحد بتساوي أربعة على خمسة. المنوال للقيم، المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا، هي السبعة الأكثر شيوعا. الوسط الحسابي للقيم بنجمعهم ونقسم على عددهم 4 و 6 10 و 5 و 15 20 و 10 30، 30 على كام عددهم؟ ادي 1 2 3 4 على 4. تاني دول 20 ودول 10، يبقى 30 على 4 فيها ال 4 في 7 ونص، 2 على 4، 4 في 7 ب 28، يبقى 2 على 4 يبقى 7 ونص. اختصر لأبسط صورة. جذر 18، جذر نشوف دي بقى المسألة دي كده هنا، جذر 18، جذر 54، ناقص 3 جذر 2، ناقص نص جذر 24. طبعا الجذور ديت لها طرق كتيرة لحلها، المهم فيها انك انت عايز تخلي هنا جذر تحت الجذر مقدار واحد لكل الجذور دي. فانت بتلاحظ ديت عبارة عن 3 في 6 ب 18، يبقى انا هخلي هنا 3، ال 3 في 6 ب 18، لا التلاتة هتطلع ولا الستة هتطلع من تحت الجذر، فهيبقى هناخد اتنين في تسعة. زائد 54 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 54 اللي هي خمسة ستة في تسعة. ودي التلات لو بتبقى تلاتة جذر اتنين، نص الأربعة وعشرين فيها الأربعة في ست، يبقى هنا هنخرج مين؟ التسعة، تبقى فاضل جذر اتنين، وهنخرج من هنا مين؟ التسعة، التسعة تخرج بتلاتة، وهنا التسعة تخرج بتلاتة من تحت الجذر، العدد الضرب في نفس مرتين يدي تسعة. جذر ست ناقص تلاتة جذر اتنين، ناقص اتنين هتطلع أربعة تطلع باتنين، اتنين على اتنين في الواحد جذر ست بتساوي تلاتة جذر اتنين، ناقص تلاتة جذر اتنين بصفر، تلاتة جذر ستة ناقص جذر ستة باتنين جذر ستة. بقول لك اختصر لأبسط صورة. إذا كانت س الفترة سالب اتنين وتلاتة، ص الفترة ادي السين فترة سالب اتنين وتلاتة، صاد فترة واحد وخمسة. الفترة سين سالب اتنين وتلاتة، فترة صاد واحد وخمسة، واحد وخمسة فترتين. أوجد مستخدما بخط الأعداد كلا من مستعينا بخط الأعداد أو مستخدما خط الأعداد سين تحت صاد، يبقى انا برسم بقى طالما قال لي خط اعداد، يبقى انا هرسم ادي خط الاعداد، ادي سالب اتنين لما التلاتة مغلق هنا مغلقين، يبقى اقفل دي واقفل دي، ناخد دي كده الفترة دي. طيب تانية دي اللي هي س، ها هي الفترة دي، دي الصاد بقى من واحد، دي قلنا هنا سالب اتنين ودي ايه؟ تلاتة، هتبقى واحد هنا تقريبا كده، واحد مغلق اهو لما الخمسة مفتوحة خمسة، دي واحد وديت خمسة. طيب عاوزين بقى س اتحاد ص، س اتحاد ص باخد كل الأعداد اللي قدام أو باخد كل الفترات اللي قدام، تبدأ من كام؟ من سالب اتنين تاخد ده وده واللي عند الخمس، سالب اتنين مغلق والخمسة كده كده مفتوح،
طيب عايزين س تقاطع ص، س تقاطع ص ايه المشترك بينهم؟ اهو اهو ده المشترك هنا، وات واحد مغلق وتلاتة موجودة هنا وموجودان، يبقى مغلق، يبقى بتساوي واحد وتلاتة مغلقين الاتنين. طيب بعد كده ص فرق س، ص فرق س، ادي الص اهي اللي هي في الاول، هنشيل منها اي حاجه موجوده في س موجوده فيها، يعني هاخد كل ص بس لو لقيت عنصر منها في س بشيله. يبقى هنبدا بمين؟ بالتلاته نشيل، هتقوم دي مفتوحه، تلاته مفتوحه، كل ده هيشال، يبقى ص فرق س هنبدا بايه؟ بتلاته مفتوحه وخمسه مفتوحه كمان. تمام كده، اوجد في بعد كده ايه؟ اذا كانت س باربعه، اذا كانت س، السؤال الرابع، س باربعه على تلاته زائد جذر خمسه و ص بتساوي تلاته زائد جذر خمسه، اثبت ان س وص عددان مترافقان واوجد قيمه س في ص. عايزين نثبت ان العددين المترافقين، معروف ان العددين المترافقين بيبقى لهم الحد هما عباره عن عدد عدد نسبي وعدد غير نسبي. العدد التخيل، العدد اللي هو دي عدد كله على بعضه كده نسبي، لكن هو مكون من جزئين، جزء نسبي وجزء غير نسبي. فالمترافقين الجزء النسبي هو نفسه والجزء الغير نسبي بيبقى مختلف في الاشاره في احدهما عن الاخر. فانا عايز اوصل للسين اللي ده هي بس تبقى الجذر خمسة بالسالب، يبقى اصبح حولت السين لعدد مرافق للصاد. نشوف ايه، ادي السين اهي بتساوي 4 على 3 زائد جذر خمسة، هضرب بسط مقام في 3 ناقص جذر خمسة على 3 ناقص جذر خمسة عشان اخلي المقام عدد نسبي. اضرب 3 ادي 4 سيبها زي ما هي، في 3 ناقص جذر 5، انا ضربت البسط في البسط، هضرب مقام في مقام، 3 دي فرق بين مربعين، حاصل ضربهم في بعض بيدي مربع الاول هو 3 في 3 9، ومربع الثاني هو جذر 5 تربيع بالاشاره بينهم ناقص، جذر 5 تربيع ب 5 هتساوي 4 على 9 ناقص 5 4 في 3 ناقص جذر 5، عن 4 في الواحد 4 في الواحد، يبقى س بتساوي 3 ناقص ايه؟ جذر 5. يبقى اذا س مرافق لص، س س فعلا مرافق لص لان ص ايه؟ 3 زائد جذر 5، اما س 3 ناقص جذر 5، يبقى دول عددين مترافقين. عاوز كمان حاصل ضرب س في ص، لما بتضرب ده في ده عددين مترافقين بيديك مربع الاول 3 في 3 9 ناقص مربع الثاني جذر 5 في جذر 5 ب 5 بيساوي 4. يبقى س في ص بتساوي 4. بقيت السؤال الرابع، اوجد في ح على صورة فترة مع التمثيل على خط الاعداد مجموعة حل المتباينة. يلا نحلها الاول وبعد كده نجيب الفترة ونمس. انا عندي 3 هنا اخلص من ايه؟ يبقى بضيف المعكوس الجمعي للتلاتة لكل اطراف، سالب 1 سالب 3 اقل من 2 س سالب 3 زائد 3 سالب 3 اقل من 3 سالب 3، عشان التلاتة ده ايه؟ عايزين نخلص منها، يبقى فاضل 2 س بس، فبضيف هنا وهنا وهنا سالب 3 اهو، هتجمع دي تدي سالب 4، دي 2 س بس، دي الصفر. طيب بعد كده هنقسم على كام؟ على الاتنين عشان تبقى س لوحدها، يبقى نقسم على الاتنين، سالب 4 على 2 في سالب 2، ودي س 2 على 2 في الواحد بقى س، والصفر على 2 في الصفر. يبقى كده انا ايه؟ جبتها في صورة متباين. عايزين نكتبها على صورة فترة ونمثلها على خط الاعداد، يبقى س تنتمي للفترة، دي مفتوحة ودي مفتوحة، نبدأ بالسالب، سالب دايما الصغر بيتكتب الأول، سالب 2 وصفر مفتوحين الاتنين، لأن هنا مفيش تساوي وهنا مفيش تساوي، تمام، وبنبدأ بالعدد الصغر أهو، نمثلها على خط الأعداد أهو، أدي السالب 2 وده الصفر،
هي الفترة دي، ودي دايرة مفتوحة ودايرة مفتوحة عشان مفيش صعوبة. السؤال الأخير هو السؤال الخامس، ارسم بيانين العلاقة الخطية ص، عايزين نرسم العلاقة ص بتساوي 5 ناقص س. بنعمل الجدول بتاعنا س وده ص، ناخد أي قيمة. عندي س بواحد مثلا، س باتنين، س بتلاتة، عند واحد تبقى دي أربعة، 5 ناقص 1 بأربعة، 2، 5 ناقص 2 تلاتة، 3، 5 ناقص 3 باتنين. نرسمها، أدي الرسم بتاعي أهو، واحد، 2، 3، 4 دي الصاد، ودي السين، واحد، 2، 3، 4 والصاد، واحد، 2، 3، 4. عند الواحد أربعة، عند الاتنين تلاتة، عند التلاتة اتنين. تيجي تمثلها بخط بالمسطرة عشان دي خط مستقيم بالشكل ده، طبعا بيقطع المحاور عند النقط دي، وما قالش حاجة، ولكن أنا ببين إذا طلب. الجدول الآتي يبين أحد توزيعات تكرارية عند مجموعات، وعاوزين نجيب إيه؟ أوجد قيمة كاف. طيب الأول هنا صفر زود اتنين زود اتنين، هنزود على دي اتنين تبقى ست، يبقى كاف بكام؟ بست. خلاص يبقى كاف بتساوي ست. أوجد الوسط الحساب، طب لما يكون عندي وسط حسابي لتوزيع تكرار بعمل إيه؟ بعمل الجدول كده. هنا مجموعات، هنا ميم اللي هو مراكز مجموعات، هنا التكرار، هنا ميم في كاف. المجموعات صفر، اتنين، اربعة، ستة، تمانية. تكرار تلاتة خمسة، تمانية سبعة، اتنين، مجموعهم 25. مركز المجموعة ديت صفر واتنين، المركز هيبقى هنا واحد، هنا تلاتة، هنا أربعة، هنا خمسة، هنا سبعة، دي خمسة اهو، دي خمسة، دي سبعة، ديت تسعة، دي مراكز مجموعة. أضرب ده في ده، واحد في تلاتة، تلاتة تلاتة في خمسة، 15، خمسة في تمانية، 40، سبعة في سبعة، 49، اتنين في تسعة، 18، تلاتة وخمسة، 8، 8 وتسعة، 17، وتمانية، 25، 25، 2 واحد، 3، 3 وأربعة، 4 واحد، يبقى 2 و 8 10 و 2 و 12، كان معانا 2 هذا 10 و 12 يبقى 2 10، يبقى كده مية خمسة وعشرين. طيب يبقى بقى الوسيط، الوسط الحسابي يساوي مجموع ميم في كاف على مجموع كاف، على مجموع ميم، على مجموع التكرار. دي التكرار، دي المراكز، بيساوي 125 على 25 بتساوي 5، بتساوي 5. يبقى الوصل الحسابي للمجموعات دي بيساوي 5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.